يا سلام الله على الشيخ محمد العريب راعي العلم والمجمل والشيخ المرجلة الكريم الشهم ذخر القريب والبعيد إيه أبو عايض وصيته ولا حد يجهله إيه أبو عايض وصيته ولا حد يجهله يا سلام الله على الشيخ محمد العريب راعي العلم والمجمل والشيخ المرجلة الكريم الشهم ذخر البعيد والقريب واشهد ان الشهم وانقال يقول يفعل ايه نسل عود بالكرم صيتي ذكرى ما يغيب عبد الله بن ذيخان اللي رقال الطايلة واشهد ان عيال محمد يحلون صعيد كاسبين العز من اخر اهلنا ولا هذا ابو عسف سنافي وله كف الرحيل وعمار يجني كل الفعول المكزلة حي ابو محمد مكرم شيخ المرجلة الكريم الشهم ذخرى البعيد والقريب إيه أبو عايض وصيته ولا حد يجهله مكرم الضيبان في ساعة الوقت العصي مجلسه منص الحرار طلفا يستقبله محمد بن ذيخان ما ينذكر إلا بطي شيخ علم وشيخ ربعه وراعي الأولى وإن حكى ما ينطق إلا بكرة ينصوي واشهد الشهم وين قال يقول يفعل نسل عود بالكرم صيتي ذكرى ما يغي عبد الله بن ذيخان اللي رقال الطايلة واشهد ان عيال محمد يحلون صعيد كاسبين العز من اخر اهلنا ولا هذا ابو عسف سنافي وله كف الرحيل وعمار يجني كل الفعول المكزلة حي ابو محمد مكرم جبرين فعولة مذهلة عبد المحسن الخويس بلا حد صلي والنعم فيهم رجال تحل المعضلة وبنات محمد لهن من المجد النصيب زينهن يبقى على كل العذار مسمعة يا ألفي خان هل العز والمجد العجيب روس العتبة السطر والبخر والمرجلة ترقبوا الجديد.